عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا بيا معكم فيديو جديد. الا كنتي اول مره كتشوفي في قناتي ما تنسيش انك تشترك لتحت في القناه وكذلك تفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. المهم اهلا البنات، مرحبا بكم، مرحبا بيا معكم. اليوم يا لالا، اليوم غتنوضي تجمعي معايا الوقفه باش انتي غتفاجئي لي الزمانه ديالك او الزواجه ديالك. اليوم غادي بعد نزولا عن طلب بزاف 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 ديال المتسبعات كيقولوا لي منى خصك ديري شي عشاء رومانسي للزواج الكريم، فانا غادي ندير له عشاء رومانسي دابا. منها او ميم طون لوكازيون باش نتوما تعرفوا ان شي نهار مثلا كنتي انت وراجلك الراس في الراس وبغيتي ديري شي عشاء مجروب اقتصادي او ميم طون متناول الجميع، فغادي تقدري ديريه وغادي تنوضي يعني ساهل داكشي ماشي شي حاجه اللي صعيبه. صراحه اليوم غادي ندير واحد العشاء اللي هو بسيط ورخيص ومتناول الجميع وبسربه، يعني داكشي الطياره في المياره وداكشي وداكشي داكشي. وغتنوضي دابا تجمعي وقفه، غتسمعيني كنهضر غير بشويه. راكم عارفين اليوم الناس كيجيو الفوق اللي ساكنين فوقنا مساكن كيجيو بكري وكيفيقوا بكري بالصباح فكيخصهم ينعسوا بكري، داكشي علاش كنحاول انني نهضر معكم غير بشويه باش هما ما نصدعوهمش. يلا نوضي تجمعي معايا الوقفه ونوضي توقفي. لالا راني كنشوفك كنشوفك، يلا نوضي توقفي. يلا سيدو معايا. مهم الغسالات ديالي اول حاجه اللي هي لدن ديال البنات، درت فيه شويه ديال الربيع وشويه نتاع التحميره ومليحه، شويه ديال الجبزه وشويه ديال السكينجبير، فغادي نحاول انني نقطعو الشرائح. بغات تشيد هادي ولا نهرس داك اللعيبه داك العلاقه ماشي مشكل. المهم دابا غنحاول انني نقطع واحد الشرائح. ناخذ غير داك الشرائح الصغار البنات وغادي نقطعهم. الموس الاخر ما كانش كيقطع لي مزيان، غادي نحاول انني نديرو غير شريحات غير صغيورين هادو حيت غادي نحتاجهم في واحد الطبق اللي انا غنوري لكم بهذه الطريقه. هادي كل ما جاوا صغيورين كل ما كيجيو زوينين. شتو كي كيجيو كل ما كانوا صغار كل ما زوينين. نكمل ونرجع حبيباتي. بالنسبه لهاد لاداند علاش قطعتو، هذا باش غير غنديرو مع السلطه ديال اندومي، حيت اندومي عندها واحد الطريقه ديال الطبخ بالخضار كتجي زوينه الصراحه. اللي عندها خيزو ولا تقدر تحكيه حتى هو وديريه قريعه هادي وكتخلطي كلشي مع اندومي، كتسلقيها غير في الماء بوحديتها وكديري مع داكشي، ولكن انا اكتفيت غير بالفله حمراء وفله صفراء وبلا داند. صافي هادشي باش اكتفيت. فالفله حمراء والفله صفراء والبصيله شلطتهم وقليتهم بوحديتهم، كديري كضافي لهم واحد شويه ديال البنه ديال دامات كنور. صافي كضافيها لهم وكتخليهم كيتشحروا حتى كتحسي بهم طاحوا، وكتجي ديري ومع زويته بلديه البنات، ماشي زويته روميه، تكون زويته يعني زيت العود ماشي زيت نباتيه. خلطوها وخليوها كطيب. صافي من بعد خلطوها مع اندومي، من بعد ما كتسلق لك اندومي سلقوها ديروها غير في الماء بوحديتو وخليوها كتسلق، حيت دجا داك اندومي كيكون فيها الزيوت، حيت الا درتوها غير في الماء غادي تلاحظوا انها طلقات شويه ديال الزيت. صافي ومنين كيطيب هادشي كامل كتخلطو كلشي وكتجي بحال طبق كيجي فيه. ديري شويه ديال الابزار وديري شويه ديال السكينجبير وشويه ديال المليحه وخليه كيطيب، ودمات البنه ما تنساوهاش. صافي ومن بعد كيتخلط كلشي وكديري لك لادن حتى هو كتقليها بوحديتو وكديريه فوقه. هنا البنات شعلت هاد البوطه خاصني ضروري نبدلها، عرفتو كانت كترعد ما قدرتش نخليها، خافت ان شاء الله يستر يولي شي توقع شي حاجه. صابت الفليفله حمراء والفليفله صفراء والبصيله ودرتهم على الطياره اللي نزلتكم، ودابا غناخذ اندومي اللي راكم عارفينها. غادي نخليها هكاك، غادي ندير بدل ما نسخن شويه نديرها في صلاه عاديه جدا.
هنايا البنات كتقلالي لاخو ديالي الفليفله ديالي و وداك مطيشة قبيلة لا مطيشة الفليفلة والبصيلة وداك الشيء غنحاول نخليها حتى تقلى ونرجع معاكم. السلام عليكم. هنا البنات كنت خديت لاباط ديال البيتزا وخديت لاصوص طوماط ديال البيتزا خديتهم واجدين والطون حاولت ندير داكشي بالزربه لحقاش اصلا جيت روطه فضروري كان خاصني ناخذ داكشي بالزربه نصاوب شي حاجه هكا مزروبه. درت بيتزات ديال الطون صراحه انا كيعجبوني حسن ديال الكفته ما كيعجبونيش ديال الكفته. نقدر نفضل ديال الطون ولا لدند ولا سوسيس كيعجبوني بصح ديال الكفته ما اصلا الكفته ما عنديش معايا داكشي علاش ما بغيتش ندير الكفته فدرت ديال الطون. وكيعجبوني الصراحه ديال الطون كيوليو ماشي ضروري خصك تسخنيهم حيت راكم عارفين الطون يتكال بارد ما كاينش مشكل يعني واخا يبقاو لك حتى لغدا كتاكليه اما الا كانوا ديال الكفته يبقاو حتى لغدا ضروري خصك تسخنيهم وما كتبقاش فيهم نفس البنه اللي كتكون جداد داكشي علاش انا فضلت ديال الطون. فغادي خديت الطون ودرت لاصوص طوماط ديالي وصافي واستفدت فيهم الطون والفرماج ودخلتهم الفران باش يذوب داك الفرماج وميم طون تاب لاباط. الفرماج كيعجبني هذا البنات لحقاش كيكون عملي اكثر وكيجي زوين حتى في البنه ديالو كيجي زوين الصراحه. كيدير بعشرين درهم هاد الساشي هادي داير 20 درهم كيكون محكوك. ايوا صافي يلا كملوا معايا لا فيديو. المهم حبيباتي انا غادي ناخذ جوج ديال دانيت غادي ندير فيهم الكريم شونتيي وغادي نطربهم مزيان وغندخل لهم الثلاجه وغادي نصاوب الكراميل. الكراميل راكم عارفين كيتصاوب بالسكر وتزيدوا تخليوه حتى كيذوب داك السكر وكتزيدوا عليه معلقه نتاع الزبده ومور ما كتزيدوا معلقه ديال الزبده كتخويوه كتاخذوا معلقه نتاع النشا كديروها في كاس ديال الماء صغيور وكتخويو داك النشا باش كيجي طالع كتخويوه على داك الكراميل اللي كيكون فوق البوطه. صافي هذا غادي ندخلو للثلاجه دابا وغناخذ هيرنيز ديالي غيخصو ضروري نديرو في نوريكم طريقه التحضير باش نفهمكم اكثر. ضروري خصكم تخليوه في الثلاجه البنات باش يشد راسو شويه باش كيولي زوين. خلاص هنايا اندومي ديالنا وجدات غناخذو نخويو عليه هذاك الفليفلات وغادي نزيدو عليها لدان تا يخليوها غير من الفوق وصافي. هنا البنات داك العطور ديال الاندومي خليتها حتى طابت عاد درتها فيها باش عندي لدان بغيت نخليه في المقله بحال اللي يجي غير مشوي ما بغيتوش يجي في الزيت بزاف فدرت خليت غير داك الزويته اللي كانت غير شويه بحال غير ديتو جبتو في المقله وصافي. هنا البنات راه كيدوب لي السكر ديالي باش نزيد عليه زبيده ونشا. مهم دابا بديت كنصاوب كندريسي الديسير ديالي كتاخذوا هيرنيس كديروه في قهوه ياك وكتخويو عليه داك الدانيت ديال الكراميل والكريم شونتيي كتخويو عليه وكتعاودوا عاوتاني ديروا طبق اخر الا بغيتوا ديروا الفروي ديروه الا بغيتوا انا ما بغيتش ندير الفروي ما عنديش مع انا ندير الفروي هكاك. ومن بعد كتقادو الكريم شونتيي عرفتو تموتو بالضحك كريم شونتيي ضيعتها داك راكم عارفين دغيا كتخسر سبحان الله العظيم خسرتها وانا مصاوب بها غير طبسيل واحد غير زليفه وحده زلافه اخرى كاع ما درت فيها الكريم شونتيي من الفوق لحقاش ما بغاتش تخرج لي لا كريم صافي وانا نخليها غير هكاك. وهذا ما كان حبيباتي
بقيت حاولت نبقى سامبل، ما بغيتش ندير الماكياج، ما بغيت ندير حتى شي حاجه، بغيت نبقى غير هكا ولبست هذه القنادره هذه، حيت بزاف ديال البنات كيسولوني وكيقولوا منى علاش ما كتلبسيش القنادرات. لبست هذه، كانت جابتها لي نعمه من قناه نعمه سعاد، وقيله نعمه سعاد فلوغ، كانت جابتها لي مسكينه كادو، شكرا لك حبيبتي. وانا نقولها النهار جات لها، جات لها المناسبه، ما قدرتش نهزها الثقل لحقاش كاينه واحد البليزه الفوق، فيها واحد بحال قفاطن في الباج، ولكن ما قدرتش محيت بعيد عليا، فقلت انا من الاحسن ندير غير هادشي حتى ما كان. غادي نمشي دابا كنساينو حميد غير يجي وغادي نشوف شنو كاين. كي دايري صافا لاباس عليكم البنات؟ تموتوا بالضحك البارح صراحه، ما كليتش، ما كانتش عندي الشهيه في الليل، ما عرفتش، ما عنديش كاع الشهيه مشات لي. وهاد الصباحات صبحت كناكل حقي والديسير ديالي،
عاد صبحت على الصباح عاد صبحت كناكلو. مهم عارفين ديك القضية ديال خلينا حقنا تا الصباح كيكون فيك النعاس في الليل، امك كتجي تنوضك ولا شي حد كتقول له خلينا حقنا تا الصباح اختي انا بغا نعس. انا ديما كنت كنديرها في الصباح ملي كنوض ناري ولا لقيت ما خلاوليش حقي كنحيح كنحيح ديال بصح. مهم الفيديو ديال البارح درناه الغرض منه هو اننا نوري البنات. صراحه انا داك لي بات اللي درت لكم البنات ماشي لي بات وانما داك اندومي، داك الطريقه ديال الطبخ كانت جات شركه ديال اندومي لبيسين وكنت شتهم كنت صراحه حمقني الوقيته اللي كنا في لبيسين فشافت جات داك الشركه وكنت قلت لهم عطوني كيعطيكم هكا الدوقو ودقت وحمقاتني وبقات لي في عقلي صافي وبقيت عاقله انها كاينه فيها الفله الخضراء كاينه فيها الفله هذه ورغم انني ما عارفه شنو كيديروا فيها فكنت درتها وصدقات لي زوينه داكشي علاش عاودت شاركتها معكم. الصراحه كتجي فنه 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 ديروها وردوا عليا ردوا عليا حسن ما تاكلوها كاندومي بالماء بعدا كيكونوا فيها خضار كيكونوا فيها الفلفله كيكونوا فيها وتقدري تزيدي فيها طريفه ديال البطاطا تقدري تزيدي فيها خيزو تقدري تزيدي فيها اي حاجه عندك انت فيها المنفعه. بالنسبه للبيتزا فراه ساهله كلشي كيعرف يصاوبها ما كاينش في هذا الزمان اللي ما كيعرفش يصاوب بيتزا. زيد عليها داك الديسير الديسير صراحه شفتو غير في يوتيوب وعجبني وجابني والله حتى جا غزال جا فن جربوه ردوا عليا مع فيه الاخر ديال الكراميل زوين. فالغرض من هاد لا فيديو هو اننا نبسطوا الحياه وان ماشي شي حاجه اللي خصنا ضروري تكون شي حاجه كبيره اولا نمشيو لي زوطيل واعرين اولا نمشيو الاماكن كبار اولا لا اختي رحنا كاملين بنات الشعب وكاملين رحنا كنقلبوا على طريف ديال الخبز وكاملين يعني الحمد لله ما عندناش وما خصناش وناعسين واكلين وشاربين وحامدي سيدي ربي. فهذا هو الغرض وهذا هو ليسونسيال من هذا الشيء كامل. شنو بغيت نقول لكم نسيت الزمايمر شي الزايمر تكون فيها. حميد صراحه عجبو الحال وهو اصلا كنعرف انا غادي ندير له داك الشيء يعني ما كانش ما جاتوش شي حاجه غريبه اصلا مع داك ديك المره دابا جاتو سهله. هاد المره خصني ندير له شي مسابقه حلا باش تجي صعيبه وتجي مفاجاه واو يدير. وهذا ما كان غزالاتي فانسان من لا شيء يصنع اشياء ومن حتى شي حاجه نديرو حاجه صافي تفهمنا يلا ودود اختي جمعي الوقفه وانا غنوض نجمع الوقفه وغنمشي عند ماما اليوم نشوف شنو كاين وتهلاو لي فراسكم كنحماق عليكم وكنستعليكم.